اول ما اخش. بص بقى، ده الترحيب اول ما اجي، اول ما اخش. خلاص بقى ركبنا اللمبه البيضاء، الجو بقى صيف. استنى استنى استنى. طبعا ايه، هيكسروا الدنيا عشان يخرجوا، وانا عامل شغلانه كبيره كده عشان افتح. يأست منهم دايما، بيخرجوا. بقيت بص، حطيت رزه وقفل وترباس وطولت، ده كان اقصر، طولته خليته طويل كده عشان ما يعدوش. استنوا بنات، مش لازم الدوشه وقله الادب. انا بتعمد ان انا ما افتحش، انا خلاص شيلت القفل وكل حاجه، بس بتعمد ما افتحش الا لما الهيبره دي تهدى، عشان ما تبقاش الفتحه دي مكافاه لهيبرته، اللي هو ايه، انا ههايبر عشان يفتح لي فهيفتح غلط طبعا. فانا مستني ايه، يهدوا كده. بس اهدي، اقعدي. شاطره. لا، سيا، ما تاخدهاش بذنبك، اقعدي واهدي. خلاص خليكوا بقى جوه، يلا جوه يلا. مشكلة ما بقدرش اقاوم الطيبة دي والحنية، وان هم يفضلوا يحضنوا ايدي ويلحسوا ايدي، اللي هو ايه، وحشتنا. فبيصعب عليا جدا، بالذات نيس، بصراحة انا بعشقها. سيا، لو تسلك لي شوية بس، تعتبرني صاحبها بس مش اكتر. ايه ده، والله شكلها هتسلك ولا ايه. خلاص بقى، خلاص ما هعيط خلاص. طب اهدي، طيب اقعدي. هيني سيا ابتدت تستجيب. اقعدي يلا، شاطرة سيا. نيس، اقعدي يا نيس. نيس لا، بقولك اقعدي. شاطرة، برافو. طالما هادو كده، ابتدي بقى ايه، افتح. طبعا مش هخرجهم، مش هخليهم يطلعوا قبلي. لا 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 لا، جوه 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 جوه. لا لا، بس اهدي يا منور، اهدي. خش جوه يا نيس، بس اطلعنا بس كده. تعالي يلا. الزئردة الصغيرة والزئردة الكبيرة، كله بقى يعرف يخرج. النهاردة ان شاء الله، عشان هأكل ناي بعد الظهر، فمخلي الفطار حاجة خفيفة كده، بسكوت أولكر ده، وثلاث زبديات لهم دلوقتي. حاجة كده ايه، خفيفة على المعدة، بريح المعدة الصبح، علشان بعد الظهر ان شاء الله هيبقى فيه وجبة تقيلة، فالوجبة التقيلة دي محتاجة معدة مرتاحة عشان تشتغل معاها شغل كويس. احنا خارجين نتمشى، نيس رابطها وسيا سايبها، عشان طبعا سيا ايه، ما بتحبش الليش، فمشيها اوف ليش. هي كده كده هتتبع المجموعة، يعني المشى معانا. نتمشوا كده ايه، بس ماشية معانا. بحاول على قد ما اقدر امشي في حتت فاضيه، يعني بص الشارع ما فيهوش ناس كتير، علشان ما يفضلوش يجروا ورا حد بقى والكلام ده. بنتمشوا شويه،
نفك كده ونشم شوية هوا. نكتسب شوية صحة. التمشية مفيدة جدا. من ساعة ما جبت الكلاب دي وانا الحمد لله ابتديت اخس. عم مجدي صباح الفل حبيبي عم مجدي. عشان بتمشى كتير معاهم انا بحرق وهم بيحرقوا، ده كويس جدا. يعني من الايجابيات ان انت لما يكون عندك جرو او كلب ان انت بتمشيه، فالتمشيه دي مش مفيده ليه لوحده، التمشيه دي مفيده ليه ومفيده ليك انت كمان، او على الاقل تلاقي سبب ان انت تتمشى بيه. دي ناتاشا، ناتاشا بتلعب معاهم. الدلع ده لذيذة. لا ما تبهدليش هدومي والنبي. بس الحق ابوكو بيتضرب، ابوكو بيتضرب، خدوها معاكم. بس بتعمل الدخل سحبتها الحمد لله. لا تعالي هنا ما تخشيش تحت، تعالي هنا، تعالي هنا، شاطر. يلا يلا تعالي هنا، نيس نيس، يلا تعالي، شاطر. انا تاشا هيلعبوا بيه. لا ما نغل ما بالراحه. لا لا بتنتقم من الليش. غل لا بالروح، العبي معاها دي صغيره ما تغلسيش. ايوه كده شدي منها حاجه بتاع. من ضمن الالعاب اللي بلعبها معاهم اللي هي ايه، لو شاطرة لاقيني
بص دول عربيتين اهو، وانا بجري بجري واستخبى هون ورا وناديهم، وانا ايه بجري وبستخبى في حتة تانية. ده بينمي الذكاء، وفي نفس الوقت الجرو بعد كده وانت ماشي بيه يلفت انتباهه ليك. بس نيس خدت بالها مني، ما نادي وانا ايه سياي وراح جاري منه مستخبي، وهم المفروض يدوروا عليا ويلاقوني. تقريبا زهقوا ان انا بلعبها معاهم من فتره لحد اما داخل. ده بيخلي الكلب ينتبه ليك وانت ماشي، لو هو مثلا ماشي اوف ليش تشد انتباهه. انا بسقف بس طبعا عشان ماسك الكاميرا مش هعرف اسقف عشان ايه الفت انتباهه. هما متعودين لما اسقف يجولي، ان انا ربطت لهم التسقيفه دي بان هما يجولي يعني. تمام، فاللعبه دي بتنمي عندهم حته الذكاء ان هما يدوروا على حاجه ويلاقوها عشان هما بيدوروا عليا. الحاجه التانيه لما بيمشوا ويلاقوك، لما يمشوا يلاقوك وانت غبت عنهم هما بيبتدوا ايه يدوروا عليك، بتزود الانتباه يعني. دلوقتي انا جيت البشوات كسروا الحاجز اللي كان هنا، الابلكاشه اللي زي دي. انا دلوقتي باكلهم اهو، دي هياكل نيه، دي الوجبه بتاعت الغداء، باكلها بالطريقه اللي بتفتح نفسهم ان انا ايه المقاومه، بتعض وتقاوم. اللي عايز يحصل على اكل لازم يشتغل، لازم يشقى شويه. بص هي كده بالنسبه لها فرصه، بص قبل ما اسحب يلا اكل بسرعه قبل ما يسحبها من بقي عشان دور التانية وهكذا. اللي بيجي عليه الدور في الاكل بيبقى متلهف انه ياكل عشان عارف ان هو ممكن يتسحب دلوقتي. بص بص بتحاول تشدها، شاطر كده. ايه هي خدتها ورايحه تاكل، طبعا التانية ايه عشان ما تزعلش برضه هديها حته رقبه اهي. يلا تعالي ابتدي الاول ان انا خليها ايه تقوم، اللي هي لو طبعا شاطر شاطر. بص اللي خد حته متلهف ان هو ياكلها علشان عارف ان هي يعني ايه حاجه انا محسسهم ان هي من الصعب ان انت تحصل عليها، فلما بيحصل عليها بعد مجهود بيقدر قيمتها او بيبتدي ياكلها وهو ايه حاسس بانتصار لانه بياكل نتيجة تعبه، نتيجة تعبه في ان هو يشد الحتة دي فبياكله. في ناس بتقول ان اي غلط ويتسعر والكلام ده، هو ده كلام غلط. السعار ده هو مرض مش بيجي من الدم، ولا مش يعني مش بيجي من ان هو ياكل حاجه نيه، لان السعار ده يعني هو انا برضه عشان ما افتيش انا مش عارف هو فيروس ولا حاجه تانية ولا مرض ليه اسباب معينه. ما علينا، المهم اللي اعرفه ان الكائنات دي قبل ما احنا نستأنسها كانت بتاكل بواقي اكل الاسد او بيصطادوا زي قرايبهم دلوقتي الكلاب البريه، بيصطادوا بنفسهم في صوره فريق، او ان هم بيقتاتوا من ما تبقى من الاسد يعني. فالدنيا تمام اهو. بص ده الهيكل اهو، جناح بالهيكل. طبعا انا مش باكل الدماغ دي، الدماغ دي بقى في قطة والدة بره بديها لها. القطة اللي ضربت نيس قبل كده خلت نيس بقت تشوف القطط تتضايق،
بص تحبش الجلد. لا دماغ لا. بص هرفعها لها شويه اللي هو ايه. يلا ما تبصيش في اللي في ايد اختك عيب. يلا شاطر. مش جايه معايا عشان فيها جلد. ما تحبش الجلد خالص. نيس سيا مش بيفرق معاها موضوع الجلد. سيا سيا تعالي. يلا ابتدي ايه، هبتدي بقى ايه ارملهم يعني. قطعت حته الجناح بالهيكل وهبتدي اكلهم الهيكل. بص برضو بنفس الطريقه. بص وانا باكل بدرب على امر ان هي تسيب. لا لا خلاص لا سيبي. بص عايزه تاكل بس انا مدي امر. لا نوقف. لا لا شاطر. لا 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 شاطر. يلا كل. يلا شاطر كل انت كمان. اللي بقرب له الاكل بيبتدي ياكل. بحب الطريقه دي جدا. هي متعبه شويه موضوع ان انت تاكلهم بايدك وتفضل بقى تشد وهم يشدوا وهو كده يعني. بس ممتع. شدي شاطر. شدي كمان شاطر. هيا اسحبي شاطر. يلا انت. على فكره اللي لاحظته لما باكل ني الكلب بيبان عليه وبيملى وبيبقى بص خسوا. حسيتهم خسوا جدا من ساعه ما بدات اكل مسلوق وهم بوظوا خالص. بوظوا بمعنى كلمه بوظوا. خسوا وجمجمة نيس حسيتها بقى قلبت على بلدي. دماغها لما بتخس وشها بيرفع. هسيبها لك عشان تعبت. طبعا نيس بتقول لي يعني وانا يعني ايه. طبعا انت مش بتحب الجلد فهخليكي تقاوم الجلد. ايوه عشان تاكليه. في قاعده دايما بتقول ان الممنوع مرغوب. فلما بتشد منه من بقه الاكل وبتحسسه ان ده ايه ممنوع او صعب الحصول عليه بيبقى مرغوب. زي ما انت شايف ما بتحبش الجلد نهائي نيس. بستغل ان هي لسه في بدايه الوجبه فجعانه. بص حتى يعني بص انا هديها لها اهي. بص بقت سهله. بص اللي هيحصل دلوقتي. مش هتقعد فترة طويلة طالما الجلد لسه. بص ثابتها. ممكن تروح لاختها عشان تاكل منها. لاحظ كده ابتدت تبص على سيا وهي بتاكل وعايزة ايه. بص ثابتها في الارض عشان هي مش بتحب الجلد. شفت بقى؟ في حين ان انا لما كنت بشده من بقها. نرجع كده نستخدم الاستراتيجيه دي تاني. بص ابتدت تتحمس ازاي؟ اهو نيس. مين عايز ياكل؟ بص مش هديها لك. لفت انتباه. كل ده لفت انتباه بس مش هاكلها لها دلوقتي. عايز ايه الفت انتباهها وفي نفس الوقت. بص عايز تروح تاكل من اختها. لا تعالي هنا شاطر. يلا شاطر.
يعني متعوده بعد كلمه شاطره دي بيبقى في مكافاه. بص بتاكل اهي ما شاء الله. حبيت اوريكم الطريقه عملي والجلد اهو. بص بص ده صباعي، دي مش اللحمه دي طبعا، ما كانش قصدها. شدتها تاني هنا، ممكن اسيبها لها لان هي خلاص حست بقيمتها، اللي هي ايه بقت بالنسبه لها غاليه خلاص. هتاكلها ان شاء الله يعني. سي الرايقه بقى اللي هي ايه بتاكل مع نفسها كده في الزاويه، طالما حصلت على حته خلاص بقى مع نفسها. يا جماعه تاكيل الناي، واسالوا ناس بتربي واسالوا ناس خبره في الموضوع. ناس بتربي، انت ممكن تسال دكتور يقول لك لا ده غلط وبتاع ومش عارف ايه. اسال حد ربى كتير، ربى كلاب مده كبيره. سابتها تاني عشان نسبه الجلد بدات تزيد. بصوا الجلد كتر فراحت سايبها. لحظة النوم الملائكية دي، اللي يشوف الدوشة اللي كانوا عاملينها والهوهوة والجري وقلة الأدب ما يتوقعش الملك النايم دلوقتي ده. كوارث الصغيرة نايمين. ده نهاية اليوم بالنسبة لهم، فبيبقوا بالمنظر ده. شاب من وقت للتاني بحب ابص عليهم وهم نايمين كده عشان نشوفهم اكبر. بحس ان انا نجحت، ان انا فرغت كل الطاقه اللي عندهم عشان ما يطلعوش شخصيات مكبوتة، وفي نفس الوقت ده هيساعدهم نفسيا. الجرو يطلع لما يكبر يطلع عاقل، ما يطلعش مهايبر. فنصيحتي ليك لو كلبك مهايبر مشيه كتير، خليه يلعب كتير. لو كلبك جبان زيادة نزله الشارع ياما في أوقات مختلفة، ده هيفيده جدا. لما تروحوا او لما تدخلوا البيت تلاقيه بيدور على مكان ينام فيه وينام، اعرف انك نجحت.